بس هيغور كم واحد معاه. اخد 20,000 يا ستي. ام بتقتل ابنها علشان بتحبه. اي اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه والجريمة البشعة؟ وانا قلت قبل كده انا مش دوري في القناة ان انا اظهر بشاعة الجريمة وازاي تم القبض على القاتل ومجني عليه ازاي تم الوصول لحقه، لكن انا بقدم النصيحة وبقدم هدف اسمى ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا وليه الظروف وصلت واحد ان يقتل ووصلت واحد تاني ان هو يتقتل علشان ما نوقعش في نفس الاخطاء. الجريمة دي حصلت في امبابة الجيزة. قبل ما نشرح ازاي الام اللي عندها 63 سنة تقتل ابنها اللي عنده 45 سنة. ايوه، ام عندها 63 سنة بتقتل ابنها اللي عنده 45 سنة. طب بتقتله ليه؟ لانها بتحبه. ام بتقتل ابنها علشان بتحبه. ايوه، لو كان صغير في السن نقول ممكن، لكن ده عنده 45 سنة، يعني مش عيل صغير، ده راجل وراجل كبير. ايه اللي يخلي الام تقتل ابنها وعشان بتحبه؟ وعشان بتحبه. تعالوا بينا اعزائي المشاهدين، ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحة الحلقة. الحاجة فوزية عندها 63 سنة، عندها ابنها مراد عنده 45 سنة، عايش معاها في البيت، وهو اللي بياخد زي ما نقول باللغة الدارجة بياخد بحسها، وهو اللي بيشوف طلباتها، وهو اللي بيروح يقبض لها المعاش بتاعها، وهو اللي قايم بشؤون البيت، وخاصة بعد ان هو ساب مراته وساب عياله بعد ما فشلت علاقته الزوجية ورجع تاني يقعد معاهم. طيب الابن سبب فشله في علاقته الزوجية هو الادمان، المخدرات، الحقن، للأسف البرشام، افسد حياته الزوجية وافسده هو شخصيا، واصبح سريع الغضب، دايما على طول بيتشاجر، دايما صوته عالي لو ما قدرش يجيب الحشيش او البرشام اللي تعود على تعاطي. الام عندها 63 سنة، ابنها على طول ابتدى بعد ما كان الابن الوديع المهذب اللي بيراعي ربنا في امه وبيشوف كل طلباتها ودايما يعرف ان الرسول وصى عن الام وان القران وصى بالام، واصبح الولد تحت تاثير المخدرات بيتعدى على امه بالضرب وبالشتيمه وبالسب، وفي الاخر بياخد معاشها يروح بدل ما يجيب اكل وشرب ويصرف على البيت شهر كامل من معاش امه، ابتدى ان هو بياخد معاش امه عشان يصرفه على الحشيش والمخدرات. الام فاض بها الكيل وراحت لاخواته كتير، يا جماعة تعالوا شوفوا يا اخوكم انا مش قادر عليه، ده بيضربني، ده بياخد معاشي، الى اولادي يا امي ما هو اللي بيراعيك، يا امي ما هو اللي قاعد معاكي، واللي ناقص احنا هنجيبوه لك، سيبي له المعاش بتاعك واحنا نديله، طب هي انا بسيب له المعاش ده هو اللي بيروح يقبضه. بس للاسف لما الصنف بيقل معاه بينزل فيا ضرب وشتيمه واهانه وبيشدني من شعري وبيطردني بره البيت، وانا ست كبيره عندي 63 سنه، تعالوا كلموا اخوكم. فعلا الاخوات يروحوا يكلموا اخوهم يبان يقول لها حقك عليا يا امي وانا غلطان يا امي، ويراضيها قدام اخواته، وبعد اخواته ما يمشي يبتدي يعنفها ويضربها، انت بتشتكيني يا بنت كذا انت كذا، وينزل فيها ضرب، والام مش عارفه تعمل ايه. لغايه ما في يوم من الايام عندها حفيد بيجي يزورها عنده 17 سنة، فقالت له انا يا ابني مش قادر على العيشة دي. قال لها ازاي يا جدة؟ قالت له انا عايزك تقتل عمك. قال لها اقتل عمي؟ قال لها هي. قالت له ايوه، ده مدمن وبياخد معاشي وبيضربني، وانا رحت عشان اخليه يتعالج في مستشفى الادمان، ضربني وكان هيموتني، وقال لها انت عايزه تفضحيني، انا مش هتعالج ورافض العلاج، غير ان العلاج تكاليفه غاليه، انا مش هقدر ادفع اجره المستشفى. قال لها طب يا ستي انا ما اقدرش اودي نفسي بدايه. قالت له هديك 10,000 جنيه وخلصني من الموضوع ده، انا عايزك تقتل ابني. تخيل الام بتقول لحفيدها
اللي هو ابن هتهاني، عايزاك تقتل عمك وهديك 10,000 جنيه. قال لا اخد 20,000 يا ستي، اخد 20,000 عشان اجيب واحد معايا يساعدني. قالت له هديك 20,000 بس خلصني منه بعيد عن البيت، ومش عايزه سيرتي تيجي في اي موضوع، وال 20,000 هتكون عندك انا يا حبيبه هتصرف لك فيهم تحويشه عمري اللي كنت مخلياهم لي كفني، هديهم لك عشان اخلص من ابني، لان انا لو مت يا حبيبي ابني ده ممكن يموت اخواته وممكن يخرب البيت ويبيعه، وفي الاخر انا هموت وانا مش مطمن عليه، انا عايزاه يموت قدامي علشان اعرف ان مش هسيب حد ورايا اشيل همه. بتحب ابنها لدرجة ان هي خايفة لما تموت ما تعرفش مصير ابنها ايه، وعارفة ان اخرة ابنها وحشة، ادمان وحشيش ومخدرات، اكيد لا سجن لا اعدام، فهي قالت انا هخلص عليه قبل ما اموت عشان لما اموت ما بقاش شايله همه. وفعلا عطت للواد حافتها 20,000 جنيه. الواد راح اتفق مع واحد صاحبه قال له انا هموت عمي وتعالى معايا امسكهولي وهديك 5,000 جنيه. صاحبه قال له ايوه ده عمك ده فعلا بتاع مدمن وعدم وجوده في الدنيا احسن، انا هاجي معاه. فعلا خد ال 5,000 جنيه واستدرج عمه، قال له يا عم تعالى في واحد معاه حته اثار هيفرجنا عليها، تعالى شوفها انت بتفهم في الكلام ده، واغرب الفلوس. فعلا عمه مشي معاه لغايه ما وصله في منطقه زراعيه في كرداسه، في منطقه كرداسه، وهناك اتكتلوا عليه كتفوه، والولد طلع سكينه وضرب عمه 5 طعنات وراح مموته. تاني يوم الناس لقوا جثه واحد عنده 45 سنه بدون اي اثبات شخصيه وبدون اي بطاقه هويه وبدون وجود حتى موبايل معاه. المهم تحريات الشرطه، رجال الشرطه طبعا والمصادر السريه عرفوا ان هذا الشخص ساكن في امبابه في الجيزه، وان هو شوهد اخر مره مع ابن اخوه ومع واحد صاحبهم وكانوا ماشيين. بتضييق الخناق على الشاب وصاحبه اقروا ان فعلا امه او هو جدته هي اللي اقنعته انه يموت عمه في مقابل 20,000 جنيه. عطل صاحبه 5,000 جنيه واستدرج عمه المنطقة الزراعية في كرداسة وخلص عليه، لان عمه زي ما كل الناس عارفة والتحيات اثبتت مدمن مخدرات وبرشام، وان هو دائم الشجار مع والدته بيضربها وبيهنها واحيانا بيطلعها بره البيت تنام عند الجيران، وان هو اصبح شخصية محدش قادر يتحملها، وعلشان كده الام اقنعت ابنها ان هو يخلصها من ابنها، او ان الولد يتخلص من عمه عشان يخلصه من شجاوته ومن ادمانه والمشاكل اللي بيسببها لاخواته وبيسببها للناس اللي حواليه، ده بالاضافة الى امه. وبالفعل تم القبض على الام، اعترفت تفصيليا وفعلا قالت انا اللي قلت لحفيدي يقتل عمه وعطته الفلوس عشان اتخلص من عاره، لانه فعلا كان ده بيسيء للعيلة كلها وقل سمعتنا كلها زفت بسبب سلوكه، غير ان هو رامي مراته ورامي ولادي وما بيصرفش عليهم، وجاي على معاشي انا بيجيب مخدرات وانا ظروفي صعبة ووجوده معايا كان بيسبب لي مشاكل، ودايما كل الجيران قطعوني بسبب ادمانه وبسبب طولة لسانه وبسبب تعديه على الناس كلها بالضرب وبالاهان. هنا بقى بنقول الام مهما يكن ما ينفعش ان هي تخلي حفيدها يقتل ابنها ايا كانت الظروف وايا كانت الدوافع. صحيح الشاب مدمن، لكن كل حاجة ممكن بالمعقول وممكن بالطب تتعالج. صحيح الامكانيات المادية ممكن ما ساعتهاش، بس كان معها 20,000 جنيه كان ممكن يكونوا بداية. وان كان انا من خلال يعني معرفتي بالمدمنين بيروحوا يتعالجوا وبيرجعوا تاني والحالة ما يقوس منها، لكن بالنسبة ان هي تقتله ده مش حل. هي اولا ضيعت نفسها، هنقول هي 63 سنة ماشي، لكن حفيدها اللي لسه دخل على 20 سنة ذنبه ايه انه يضيع؟ وصاحبه اللي اغراه ال 5,000 جنيه وراح اشترك معاه في قتل عمه، انت ضيعت مستقبل مين؟ اولا ضيعت ابنك اللي كان ممكن يتعالج او كان ممكن ينصلح حاله، وضيعت نفسك وضيعت حفيدك وضيعت صاحب حفيدك، كل ده علشان شاب زي ما نقول اتلفه ادمانه للمخدرات. دي من الدروس اللي لازم كل ام وكل اب يعوها تماما. المخدرات مش بتجني على صاحبها بس، ده احيانا بتجني على المدمن وعلى اللي حواليه. يعني الشاب ده هو ضيع نفسه، لكن قبل ما يموت ضيع كام واحد معاه، ضيع امه وضيع ابن اخوه وضيع صاحب ابن اخوه، يعني ضيع ناس كتير بسبب الادمان.
فالادمان يا جماعه لازم ناخد بالنا من ولادنا، مش حكايه هود ويغور في داهيه، لا ما هيغور في داهيه بس هيغور كام واحد معاه، هيقضي على مستقبل كام واحد معاه. لازم نخلي عينينا على ولادنا. المخدرات مش بتقضي على صاحبها بس، ده احيانا بتقضي على عيله كامله بسبب عضو فاسد بيدمن فيها. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.